سيد يقول عقد إيجار للشقة في بريطانيا مكتوب فيه فائدة 4% سنويا، أعمل إيه؟ العقد حرام ولا حلال؟ ممكن حرام أعيش في الشارع هوملس تحت الكوبري مثلا، فماذا أفعل؟ نقول له يا ولدي لا علم لنا بتفاصيل شروط عقود الإيجار في بريطانيا، لكن الفائدة تكون في العادة على القروض، فأين موضع القرض في عقود الإيجار؟ لعلهم يقصدون بهذه الكلمة أن الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية تكون 4%، أو يقصدون أنك إن تأخرت عن دفع الإيجار في ميقاته المعلوم تعرضت لهذه الزيادة كغرامة تأخيرية. إن كانت الأولى فلا بأس بها ويكون الخطأ في التعبير، وإن كانت الثانية فالغرامة التأخيرية على الديون من الربا، لكن هذا مما عمت به البلوى، اشتملت عليه معظم العقود تقريبا، فهذا لا يحرمه على من احتاج إليه، إنما يقتضي منك الاحتياط بالوفاء بالتزاماتك في مواقيتها حتى تتقي تطبيق هذا الشرط الربوي عليك. لقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول الغرامات التأخيرية مالي، لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون سواء كانت ناتجة عن قرض نقدي أو عن فاتورة استهلاك أو عن بيع بالتقسيط أو بالأجل. لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقود المالية التي لا يكون الالتزام الأصلي فيها مبلغا من النقود كعقود المقاولات ونحو. وإحنا ضربنا مثال، لو اتفقنا مع المقاول يسلمنا المسجد قبل رمضان وكل يوم تأخير $1,000 جائز، لأن التزامه عمل. أما إذا كان التزام دين مبلغ من المال فلا تشرع الغرامات الأخرية. ثم تابع القرار فقال إذا ألجأ المسلم إلى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقود الإيجار والكهرباء والهاتف، تقريب الشرط هذا في كل العقود التي نبرمها في هذا البلد، عقد السكن والتلفون والمية والغاز والكهرباء كل شيء، جاز له الترخص في ذلك على أن يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للإثم الناتج عن التعامل بالربا، فإن آكل الربا ومؤكله في الإثم سواء.